بدك تتجوز الجواز، بدك تطلقني ما في مشكلة، بس أنا وبنتي وين بدنا نروح؟ بس فهمنا وين بدنا نروح. نحنا ما قلنا حدا، هيك بتتخلى عنا بهالسهولة؟ بكرة الصبح بتفضوا البيت جاي العروس، وقبل ما تفضوا البيت بتنظفوا البيت، لأنه ما بدي أقعد العروس على وسخكم، فهمتوا؟ حرام يا رجال، برجع وبقول لك نحنا وين بدنا نروح. لك روحوا على الهفا، روحوا وين ما بدك، المهم تفضوا البيت، فهمتوا ولا لا؟ أنا ماني متحركة خطوة من هذا البيت، لازم استقبلها لست الحسن وقوم بالواجب. موجبة ما شاء الله حولك. بكرة منشوف، بكرة منشوف. عم قلك ما بدي روح، يعني ما بدي روح. في موال براسي وبدي غني. ايش شو يعني؟ والله أنا خايفة عليك وخايفة تواجهي لحالك. أمي لا تخافي، أنا بس بدي أشوف من هالبنت الحرام اللي أخذت له عقله لأبي. بدي سملها بدنها شوي، ساعتها بنبسط. بتعرفي بضل قلقانة عليكي، الله يخليكي دغري خبريني شو بيصير معك. حاضر، بأمرك يا ست الكل أنت. ديري بالك، أنت ديري بالك حالك. أمي مصرة على الطلاق وأبي مو فرقانة معه، عشقان مثل المراهقين وبده يتجوز. تصوري باع بيته وولاده ومرته اللي عاشت معه كل هالعمر مشان وحده تافهه مطيرت له عقله. يا لطيف، ودخلك ما عرفته مين هي؟ لا والله، ابي كثير متكتم على الموضوع، كانه ما بده يانا نعرف مين هي. بس حسب ما فهمت من امي انها صغيره، يعني تقريبا من عمري، تخيلي. واذا ابوك يطلق امك وين بدها تروح بحالها؟ وين بدها تروح بحالها؟ حبيبتي إذا أبي طلق لأمي هو اللي بيترك البيت مو أمي. يا سالي، بجوز أبوكي قال لكم كلكم برا البيت، عم بتقولي طاير عقله فيها، يعني على الأغلب يجيب مرته الجديدة ويسكن هون. كأنك شمتاني الكريم، بدل ما تهوني علي وتنصحيني شو لازم ساوي، عم تسودي الدنيا بوشي أكتر وأكتر. حبيبتي سالي، أنا بس عم حط كل الاحتمالات قدامك، يعني مشان تاخدي حذرك مو أكتر. ريم؟ أصلاً أنا كان قلبي حاسسني من لما قلتيلي على البيت. شكراً إلك يا رفيقتي. شو حبيبي؟ على أساس البيت فاضي وما فيه حدا. أنا ما قلت لك بتنقبري بتطلعي برا البيت، قلت لك ولا ما قلت لك؟ طالعة، أصلاً ما ضل شيء ينحكى، بس والله لدفعك الثمن غالي. طلعي نقبري! طالعة! نوري هزت البدن. روق حبيبي روق. شو جابي؟ أكيد مو جاي أشوف هالوش اللي بيقطع الرزق. في كم غرض لأمي بغرفتها بدي أخذهم إذا ما عندك مانع. فوتي خديهم، أساساً لسا أغراضي ما فردتهم وعم فكر غير غرفة النوم. لا تطولي! يا لطيف، لك يا لطيف، وين كنت وين صرت؟ تعرفي ريمو، وقت اللي كنت متجوز هديك الكرنيبة كنت حاسس عمري 90 سنة. وهلأ شو حاسس بيبي؟ بيبي قولي لك، حاسس عمري 20، لا 16 سنة. بيبي معناها مين لازم تكتب له البيت باسمه؟ لك حبيبي البيت باسمي انا. هلا انا كثير سمعت عنك انك بخيل، بس للامانه انت معي كثير كريم، يعني بايدك هيك ممدوده للخير لكل العالم، مشان هيك بيبي لازم تكتب لي البيت باسمي لتأملي على مستقبلي. لك ولا يهمك،
اللي بدك يا رح يصير ولا يهمك. لاما هنا عم بدق الباب. ابصار مرحبا. اهلا، انا المقدم رياض من الامن الجنائي. مين حبيبي؟ ما شاء الله عمراني عندك بالبيت، وهي مواصفات بنت عارة. بنت عارة؟ سيادة المقدم شو عم تحكي انت؟ هي مرتي. والدعوة اللي جتنا انه هذا البيت مشبوه افتراء. هذا كذب وافتراء. انا مرته بشرع الله، وبدي ارفع عليكم دعوة تشويه السمعة. وطالما هي مرتك ما تفرشوا لنا العقد. موجود العقد، جيبي لنا العقد فورا. انا برايي خليك ممارسة دعارة أحسن لك من ترويش. لك يا سيدي شو عم تحكي أنت؟ لك ما في شيء من هذا بنوم يا سيدي، رح أجيب لك العقد بتشوف. أبو وسيم ما عم لاقي إلا العقد. لك شو ما عم تلاقيه وين بدي اختفي؟ ما بعرف، أنا بإيدي هدول حطيتهم بالدرج. لك مين بدي أخذهم؟ أنت فوتي على غرفتك تسبسي أوعيك وتعالي ضبطي أمورك. وأنت كمان ضبط أمورك وشرفي معنا على الفرع هونيك بتتذكر وين العقد. لك يا سيدي أنا فعل ساوي اللي عمل لك عليه. أمرك، فوتي البسي، فوتي البسي. لا حول ولا قوة إلا بالله، منين جتنا هالمصيبة هاي؟ تفضلي أمي، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. قولي لي كيف قدرتي ترجعي البيت؟ بسيطة أمي، أخذت المحامي اللي عنده على السجن وخليت له يكتب لك تنازل بهذا البيت، وبعدين سلمت المخفر ورقة الزواج العرفي اللي سرقتها من غرفة النوم مشان يطلع هو والعقربة من السجن. وهي فوراً طلبت الطلاق طبعاً لأنه طار البيت من إيدها. والله ما عرفتي تنتقمي من أبوكي. يلا خلينا نفوت. يلا يلا.